النهارده يعني ان شاء الله نعمل اخر نظري، نتكلم في كام نقطه كده، انواع الكاتس اللي بتتعمل على اي بارت. دي اول نقطه نبتدي بيها. دي انت لو عندك اي كاميرا داخله على العمود انت محتاج تقطع، انت بترسم المنبر. يعني احنا لو رسمنا عمود والتاني وبعدين رسمت ما بينهم كاميرا، تمام صح. نكاليت فيوات، انا فاتح اسمه نيو موديل، دي مراجعة للفيديوهات مثلا سيف ليفل 6. فانا لما هاجي احتاج بعد كده ارسم بليتس هنا وارسم كونكشن، محتاج اني ابتدي اعمل شويه عمليات قطع، اقطع الممبر دي بجريد لاين 2. طيب ايه انواع الكاتس المتاحه في تكلا؟ هو بيبقى في تول بار ايا كان بقى مكانه، انت بتتحكم في مكانه، تول بار اسمه ديتيلينج. التول بار ده فيه اربع عمليات قطع، في اسمها فيت بارت وكات بارت ويز لاين. الاثنين دول قريبين من بعض وهنشوف الفرق ما بينهم. يعني انا لو الممبر ده عايز اقطع عند وش العمود، فباجي مثلا بختار فيت، فبقول لي اختار الممبر اللي عايز تقطعه، وفي رساله بتبان لي هنا اهي، يعني لو شايفينها الرسالة دي بتطلع في بعض الاوبشنز، معناه ان الاوبشن ده ينفع يتعمل على مالتي اوبجكت في نفس الوقت. يعني ممكن اختار لو انا كنت راسم ممبر من هنا لهنا ومحتاج اطبق نفس العملية على نفس على كذا حاجة في وقت واحد، مش محتاجة امسك دي مرة وامسك دي تاني، ادام الاوبشن طلع لي ان هو لما بيجي يقول لي اختار كده دايما بيحط بين قوسين مالتي بارت وز بيك اريا، يعني اعمل لي بيك اريا وبعدين حدد لي خط القطع، فاقول له خط القطع ده اعمل له لاين كده، هلاقي قطع ده وقطع اللي تحت. دي بقى حاجه جنرال في التكله، يعني بنفذ كومبوننت فطلعت لي جنبيها بين قوسين كلمه مالتي، معناه ان الاوبشن ده بيقبل المالتي. في حاجات ما بتقبلش المالتي، يعني البريسنج بيقبل المالتي، اختار الممبر وبعدين اختار كذا ممبر متجمعين في نقطه واحده واختار الكونكشن، فدي هتقبل المالتي. في كونكشنز ثانيه مثلا شير بليت، لا لازم كاميرا واحده وعمود واحد واطبق معاهم. فاول ما بيطلع لي القوس ده معناه ان الاوبشن ده بيقبل ان انفذ مالتي سيلكشن. طيب هعمل نفس الاوبشن ده بكات بارت، برضو قال لي مالتي بس مثلا هجرب واحد، بختار الممبر وخط القطع، بس هنا في الكات بارت سألني انت عايز تقطع انهي اتجاه. يعني في الفيتنج هو افترض ان الجزء القصير هو اللي هيتقطع، بس افرض انا مش عايز كده، افرض انا عايز ده، عايز اقطع ده واخلي الجزء ده هو اللي موجود. فده اول فرق، ان الكات هو بيسالني انت عايز تقطع انهي ناحيه، الفيتنج بيفترض ان الجزء القصير هو اللي عايز تقطع. تاني فرق عشان ننقل بقى بس المنبر دي من غير عمود، انا هرسم هنا كونستراكشن لاين الاثنين في الممبر ده من هنا، وافتح مثلا نيرس وليكن ده الخط اللي عايز اقطع عليه، وهنفذ بقى عمليه فيتنج وكاتنج على نفس الممبر ده. تاني فرق يبان،
لا لا خدت كوبي يعني مسكت هنا عملت الاوبشن اللي هو الكوبي. احنا قلنا دي الكوبي المباشر بس لازم تبقى واخد بالك من السناب بس. ومسكت الممبر ده من هنا قلت له انقل من هنا لهنا فعمل لي نفس الخط. فدول كامرتين متماثلين بس هطبق اللي هي كات بارت وزلاين. بختار الممبر وبعدين بختار اللاين وبعدين بختار الاتجاه. فده قطع الجزء اللي هو معدي الخط قطع. طب الفيتنج بقى هيعمل ايه؟ مش بس هيقطع القصير. ادي اهو نفس الاوبشن اخترت الخط عمل فيتنج للممبر كله للخط. يعني لو كان في جزء اقصر من انه يوصل للخط هيدي اكستند. انت بقى على حسب حاله انت كيس. يعني انت بتقطع مع كاميرا وعايز تكالت بيم في المنطقه دي يبقى لازم تستعمل البارت كات. عايز تعمل فيتنج على ممبر جاي عليه بالمال في شغل سكيوت لازم تستعمل الفيتنج. فده الفرق بين الفيت والكات، انه بيختار اولا الفيتنج الجزء القصير ويتصرف. ثانيا لا ده اللي هو الكات وزلاين. الفيتنج بيختار الجزء القصير، ثانيا بيحصل له اكستند للممبر كده. لخبطتكم انا الفيتنج. فاهمين؟ في حد لخبط عشان انا لخبط. يعني الفيتنج بيختار الجزء القصير ويتصرف لوحده، ثانيا لو في حاجه اقصر بيمدها. يعني انا دلوقتي كمثال تاني برضو احط تطبيقاته. انا عندي سي عمود هنا لكن انا ممكن اعمل فيتنج للممبر ده وهو يروح للعمود فهو بيروح لمكان السكينة. ايه التطبيقات التانية؟ الفيتنج ما هو ما بتعملش مع خط بس انت لازم هو الاثنين بتحدد لهم نقطتين يرسم خط السكينة بتاعت القطع. هو مش معنى انه كات وسبارت لاين انك لازم ترسم له لاين. انت بتحدد نقطتين ان هي دي سكينة القطع اللي هيتصرف على اساسها. بس كل واحد بيتصرف بالنسبة لسكينة القطع. هو مش محتاج اوبجكت. يعني انا مش ما كنتش محتاج ارسم عمود، انا رسمت عمود عشان عايز اروح له. لكن انا لو عملت الاوبجكت ده هنا هيروح للنقطتين اللي هي اعتبرها سكينه القطع ويروح لها. طب السكينه لازم تبقى ستريت؟ لا اي اتجاه. يعني كيرفد مثلا او فيش فيها كسره؟ كيرفد لا هو ما يفهمش الكيرفد. لما اكون هقطع كيرفد لسه في تطبيقات تانية. تمام دلوقتي لما بشيل خط القطع الكاميرا بترجع للحقيقه. دي نقطه بقى. لو غيرت العمود هي كلمة اوبجكت معناها ايه في التكلا؟ اوبجكت معناها يا ممبر يا مسمار يا خط قطع يا لحام. هي دي كلمة. عشان لما تكلا نتعامل مع كلمة اوبجكت هو بيعتبر اي حاجة مكونة للموديل اوبجكت ما عدا النقط والحاجات اللي هي بتاعت اللي ما بتخشش في الموديلنج. بس مجرد ما تشيل الاوبجكت، الاوبجكت ده عامل حالة دلوقتي. مجرد ما تشيل الاوبجكت لان هو سبب وجود القطع هو السكينه اللي هو حاططها لك في صوره اوبجكت بالشكل ده. تمام. انا مجرد ما هعمل درو الاوبجكت ده هيختفي. معرفش هتعرف تجيبه بس لما تخش على الديسبلاي اوبشن. تمام. هو بيظهر وضع مؤقت في التنفيذ. انا وانا شغال في الموديل لو اظهرت كل الاوبجكت انا محتاج اشوف وانا شغال دايما المسامير والبرطات والجريد لاين. اي اوبجكت مثلا لحام اوبجكت خط قطع مش محتاج اشوفه دايما وانا شغال الحاجات دي. فدي الحاجات دي انا بتحكم فيها لما نخش على الديسبلاي اوبشن امتى اظهرها وامتى اخفيها. بس الكونستراكشن لاين ده حاجه مؤقته تستعملها زي خط عمل لكن ملهاش استعمال. لو لغيته كل اللي انت عملته بالنسبه له موجود. هو مجرد خطوط عمل انت بترسمها عشان تساعدك في الرسم.
هو مش بيتمسح هو بيختفي عشان انت متحكم في الديسبلاي اوبشن انت مش عايز تشوفه مجرد ما تعمل ريفرش للويندو. بس لو انا مش عايز اشوف ديسبلاي اوبشن واقعد اخش فيها الممبر ده انا عملت الدروب فاختفت الحاجه. هي في حاجه بنعملها دايما في التكلا في الحاجات اللي عايز اظهرها بسرعه بدلتها ودوس اندو كاني ما عملتش حاجه فبيرجع الخط يظهر او اي حاجه كانت مختفيه متنفذه على الممبر ده بتظهر بوضع مؤقت. ده بنستعمله كتير واحنا شغالين ان انا مثلا عايز اشوف انا كنت خافي المسامير عشان اخلي الموديل سريع شويه بشتغل في حاجه بس كنت عايز اشوف حاجه بروح مدلت الممبر ومرجع كل حاجه اتنفذت على الممبر ده بتظهر بوضع مؤقت. ده كان ريفريش مش ريفريش هو انت بتظهر عشان عايز اشوف مثلا القطع ده محتاج تموفه. يعني الخط ده دلوقتي لو عملت له مثلا موف ولينير وفي التج... مثلا ماينس اكس 1000 مجرد ما الاوبجكت اتحرك خد الحاجه اللي هو بينفذها معاه. وده بيبقى ميزه ليا وانا شغال اكتشفت مشكله بروح طب الخط القطع ده كان فين بروح ادور عليه واموف مثلا للمكان الجديد. ايه انواع الكاتنج الثانيه؟ في اوبشن اسمه بوليجون كات. من اسمه اني بعمل بوليجون باي شكل في ممبر. يعني انا ممبر زي ده وليكن بقى انا هنا محتاج مثلا نجرب نعمل خطوط عمل يعني مثلا الكونستراكشن لاين بالشكل ده في هي دي كنا قلنا مره فات. بس يعني انا مجرد ما مثلا بدوس على كونستراكشن لاين هو انا برسم من نقطه لنقطه وبقول له اكستنشن قد ايه. لو قلت له 0 0 يبقى هيتحدد من النقطه دي اكستنشن اكستند قد ايه. خليته من في الاليمنت الواير ان كده في الفيو في الفيو ماشي. يعني انت عندك كنترول وشيفت كنترول 1 2 2 شفاف 3 بيديك فيوهات بالشكل سودا شويه كده 4 هو الشكل الريندر بتاعنا 5 بيخلي كل الحاجه هيدن ولما توقف على الحاجه تنور. اعمل كنترول من 1 ل 5 طب ايه الفرق بين كنترول وشيفت لما نخش على ازاي اعمل ماكروز؟ كل البرطات اللي هي جوه الكومبون الماكروز عباره عن حاجه اسمها كومبوننت زي بلوك برضو. التكلا بيفرق بين البرطات اللي مرسومه بره الكومبوننت واللي مرسومه نشات نتيجه اني بنفذ كومبوننت. دي بيديها لوك دي بيديها اوبشن يعني اتحكم فيها بالشيفت ودي بيتحكم فيها بالكنترول. الكنترول بتحكم في البرطات اللي هي انا راسمها مش نتيجه اني مثلا اخترت الممبر ده مع الممبر ده عشان يتكرر كومبوننت مثلا شير بليد. الشير بليد اللي اتكون ده جوه كومبوننت ده بتحكم فيه بالشيفت في الاظهار بتاعه انه يظهر هيدن بتاع. دي بتديني ميزه ان ممكن اظهر مثلا الحاجات اللي انا راسمها هيدن والكومبوننت سوليد. فلما الاقي مثلا الممبر كده كله هيدن والحاجه مثلا اللي كانت مرسومه سوليد فابتدي اشوف الحاجات اللي كانت مرسومه جوه كومبوننت. حاجات بيعملوها عشان تريح العين وفي نفس الوقت بتعلي تركيزك وانت شغال انك تفوكس على الحاجه اللي انت هتشتغل عليها بس. يعني كنترول وشيفت. انا مثلا عايز اشتغل في حاجه انا لو اشتغلت في الريندر وانا برسم مثلا كونستراكشن لاين مش شايف حاجه فبروح لاي وضع. يعني افضل الحاجه اللي انا بشتغل بيها دايما اللي هي الواير فريم كنترول 1. فانا رسمت كده 4 ممبر. في بقى نقطه تانية لو كانت دي ويب وفلانجه هي دلوقتي عشان ممبر لما اجي اختاره اسلكت عليه هعرف اسلكت عليه كده. اما في حاله اللي هي الوار فريم ما تقدرش تختار ويب ما تدوس في النص دي اوبشن. لكن لما تبقى في الكنترول 4 تدوس في النص كانك عملت شكل هيكلي فما ينفعش تدوس في الهواء. لكن في حاله انك عامله ريندر اللي هي كنترول 4 ينفع خلاص انت شايفه كده بارت كامل.
فساعات بتقعد تتنقل ما بينهم يعني بتتنقل ما بينهم. يعني انا ده لو دلوقتي الوضع ده كان ويب وفلانجتين فانا عايز اختار الويب بجيب كنترول 4 اختاره وبعدين عايز بقى سيلكت على النقط اروح دايس كنترول 1 يعني في نفس الاوبجكت وانا شغال بتنقل بحافظ على السيلكشن لو انا اخترته. ادام انت عامل سيلكشن واحد في التكلا بيفضل محافظ عليه. التكلا عكس الاوتوكاد. الاوتوكاد انت بتمسك ممبر والتاني والتالت لو انت عامل سيلكشن بيجمع. هنا انت بتمسك واحد وتيجي تمسك التاني بيسيب الاولاني. عشان تمسك الاولاني مع التاني بالكنترول او الشيفت. الفرق بين الكنترول او الشيفت ان الكنترول ما بسلكت عليه وترجع تدوس على حاجة تاني بالكنترول بيلغي السلكشن بتاعه. الشيفت طول ما انت دايس ودوست عليه تاني ودوست عليه تالت بيلغيش. الاتنين مفيدين على حسب الحالة اللي انت عايز تختار. في ساعات انت وانت عايز سلكت مش عايز تغلط فبتدوس على الشيفت مش هت وتختار في الاخر حاجة مثلا كنترول دي سلكت ان دي بس اللي مش عايزها. طيب انا عايز بقى انفذ دلوقتي البوليجون. انا عاوز اعمل فتحة مثلا هعدي ضغط. فانا بختار البوليجون كات اهو. بختار المنبر. انا مختاره من فوق من الاطراف اللي هي الوارفة اللي هي من الرسماء. عشان ده هترولد. فاخترته. هبتدي قولي ابتدي ارسم البوليجون بتاعك. انا هنا عامله مربع. فاخترت الاربع نقط بنهي الامر. زي الستاندر بتاع تكلا بالسكرول. فابتدى عمل لي اهو لو رحت للكنترول فول اشوف طب البوليجون ده ليه اربع نقط. احنا قلنا قبل كده اوبشن اي نقطه انك بتضغط كليك عليها ينفع يبقى ليها ينفع تحركها ينفع تديها راديوس تديها مواصفه يعني زي اكنك كريت كنترول بليت وليه اربع نقط. فممكن اتحكم ان عايز الريدس بتاع ده مثلا وليكن 100 خلاص تتحكم في شكل القطع وتعمل كيرفيتشر. فانت التكله فاتح لك بالبوليجون بقى تبتدي تعمل اشكال لا حصر لها من القطع. رابع اوبشن محتاج مثال هناخد في كذا تطبيق. لو انا هنا عايز اعمل لو انت كنت في التكلا عارف ابعادها بالظبط ومكانها بالظبط انت بتحدد بالنقط. يعني انت النهارده عارف ان هو مثلا في المنبر ده على بعد 3 متر فهتروح ماشي مثلا هنا. يعني انا افترض ان المنبر هنا مربع مثلا 100 في 100 على بعد 3 متر في السنتر. محتاج ارسم كونستراكشن لاين عشان فانا على بعد 3 متر محتاج استعمل اوبشن اللي هو البارل الاوفست واجي اقول له امشي لي 3 متر ابلاي تمام. ومشيت من هنا كده والاتجاه بتاعي كده فابتدى كريت لي نقطتين على 3 متر. طيب النقطتين دول انا رسمت كونستراكشن لاين منهم. انت ممكن تمشي يعني ممكن امشي بطريقه تمشي بطريقه مختلفه. انت عندك تولز وانت بتحدد يعني ممكن ترسم نقطتين كمان على بعد 100 وممكن انا ارسم خط واعمل له كوبي لينير وامشي في اتجاه اكس ودايما ابص يا اما ابقى ظابط الفيو يبقى موازي عشان يعني عيني ما تبقاش محتاج دايما ابص. فانا لو ظبطت الفيو انا عارف طبعا طبيعي الواي كده والاكس كده والزد عمودي. ده بيريحني ان اختار الاوبشن ده دايما وانا واقف الفيو تظهر قيمته ان انا عايز احسب وما اقعدش دايما اروح ابص على الكوردينيتس واشوف هي واقفه ازاي. طب انت عايز الميدل بتاع المنبر ده فوقيه 50 وتحت 50 ممكن
تمشي اهو 50 هنا اهو من الميدل، هو علامة الميدل ظهرت لي 50 ونفس الميدل تاني الف لتحت 50، فانا حددت الاربع نقط اللي انا محتاج اعمل منهم بوليجون كات بتاعي. اروح للبوليجون اختار المنبر وبعدين الاربع نقط وانا بسكرول. فلا غنى عن الكونستراكشن لاين في انك وانت شغال تحدد شغل، ومجرد ما بتعمل ريفرش او ريدرو هو بيخفيها مؤقت. رابع حاجة في انواع الكات هي الكات وز انذر بارت. انت عايز تعمل تخليع، انت حاطط بلتة، ده المثال بقى، يعني انا عندي هنا بلتة 20 في 200 البلتة اترسمت اهي. هظبط البوزيشن بتاعها على الوش، هي المفروض مرسومة من الميدل، فهقول له ليفت وده للليفت، فدي بلتة وعايز تخلع المنبر حواليها عشان هوت رولد. طبعا لو بلتة قبل انت بتشتغل على وش الويب، بس ده عشان هوت رولد. بتيجي تقول له هنا الاوبشن الرابع cut part with another part، تمام؟ بيقول لك هنا بقى دايما بص دايما للرسائل دي عشان الرسائل دي بتفرق، big part to be cut، يبقى بتختار اللي هيتقطع الاول، big cutting part، واداك اوبشن مالتي على اساس انك لو عايز تخلع كذا حاجه مره واحده، فانا اخترت الممبر ده وانهي الامر بالسكرول. طبعا احنا ما كناش باصين في الفيو، فما كنا ظابطين ال البوزيشن ان هو كان اب، المفروض يبقى هنا ميدل، بس بص هو راح لوحده وما خدش الكات معاه، تمام؟ عشان انا كريت الكات الاول، الكات بقى اوبجكت منفصل. هو الكات وز انذر بارت عمل ايه؟ عمل اوبجكت يحوط بيه الممبر، يعني عمل سكينه قطع كبيره حوالين الممبر اللي انت عايز تقطع بيه، بس الاوبجكت ده منفصل عن البارت. انت لو حركت البارت مش معناه انك لازم تحرك الاوبجكت معاه، هي بس كل الميزه ان الاوبجكت ده لو جيت عملت دبل كليك عليه بياخد نفس مواصفات البليتة او القطاع اللي انت كريت بيه، يعني في الاخر هو بص واخد نفس الاوبشن بتاع البروبرتي بتاع الممبر، بس هو اوبجكت كات. لو رحت وقلت له برضو ميدل، سوري ده ميدل، ميدل راح فيه. طب انا عايز القط ده للاخر، زود البلت خليها 300 اهو. هو في الاخر بقى اوبجكت بيقطع ويشتغل لوحده بعيدا عن الخط اللي هو انت بس استعملته بوضع مؤقت، انك قلت له اعمل لي قطع ما يوازي البلت اللي انا مكريتها. طبعا هي طبيعي ان البلت تبقى معديه القطاع، لا هو فعشان كده هو طبعا احنا لما بنيجي نشتغل بنبقى اساسا ظابطين البلت، احنا بس عشان مثال ما يفهمهاش لوحده زي ما لما تيجي تنقل ده تنقل ده لما تنقل ده تنقل ده بيفهمها، بس بطرق بقى انك بتعمل كاستم كومبوننت وتربط الممبر ده بالممبر ده عشان لما ده يتحرك ده يروح معاه، تبقى حاجه ادفانسد شويه. والحاجات اللي هي في لما نخش على الكومبوننت ازاي كاريت كومبوننت، الكومبوننت بتتصرف كده، يعني لما نقلت الكومبوننت بتبقى انتيجنت جدا، عشان كده اغلب شغلنا بنحاول الحاجه اللي ليها كومبوننت تستعملها ما عملهاش مانيوال. ده انت قبل كده تكون مقرر الكونكشن دي في مكرو بيعمله
تمام. فاكر لما عملنا محاضره زي نرسم الموضوع ساعتها لما بتوصل انك يبقى عندك انفورميشن كويسه عن الماكرو وامتى ده تستعمل بتاع بيسك وامتى تستعمل بتاع مثلا انك ترسم ني كونكشن. الحاجات دي بتبقى طبعا داخل فيها شغل برمجه. فهو لا بيبقى مش بالبساطه دي. هو لما بتنقل حاجه هو بيفكر ويحسبها وينقل. لا لا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كاستم كومبوننت اساسا بتشرح في كورسات ادفانسد يعني. احنا المره اللي فاتت لسه ما دخلناش اساسا في تطبيقات. احنا لسه بنشرح محاضرات نظري. لا لا دي كانت القسمة عندنا بس اللي كان عايز يحضر انما هي كانت موجهه للناس عندنا ان احنا ازاي نستعمل التول بار بتاع البي اي بي. دي محاضره قديمه. فدول اربع انواع الكاتس اللي هم عندنا. تطبيقاتهم بقى تيجي معانا يعني دي التطبيقات البسيطه. طيب ايه لا انا هنا عامل بليد بس عشان ابين يعني ايه بوليجون كات. انما طبيعي هتعمل بليد تاني بتاع الكاميرا وهتقطع عليه وتبتدي تحط مسامير وهتقطع في الكاميرا بس مش محتاج بوليجون بقى في الكاميرا عشان حاجه طرفيه فانت بتقطع بلاين. انما انت عشان قطعت في قلب حاجه بتحتاج اللي هي كات وذ بارت. احنا عايزين نخش بقى نكريت بولز يعني ممبر مع ممبر. افتراض ان البليتة دي يعني شير ممكن اخدها كوبي عشان نعمل هذا التطبيق. ندي البليتات بس الوان تانية عشان تبقى واضحة. انا عايز اكريت هنا شير بليت وعايز ابتدي احط مسامير واحط ويلد يعني ابتدي احط يعني ايه الحامات ونفهم. طيب البليتة دي المفروض يتقطع عنها الممبر ده. هنا بقى هستعمل كات وسبارت لاين ولا اللي هو الفيتنج؟ في الحاله دي ما تفرقش. فانا بلج يعني دايما بميل اللي هو اللي بستعمل خطوه واحده ان اقول له كده الفيتنج ويقطع. طيب. نيجي بقى لحته المسامير. مهم جدا في المسامير تبقى واقف في الفيو والكاميرا مش بعيد عنك. بمعنى انا هنا لو رسمت المسامير على طول هتتكرر بسهوله بتاع هتيجي انت مره تشتغل في موديل فتبقى واقف في فيو بس مكبر الدبس والكاميرا دي بره مستوى الفيو هتلاقي المسامير مش عايز تتكرر معاك. يعني دي دايما الناس مثلا تيجي تجرب فيبقى مش واخد باله ان هو مش واقف في الفيو اللي محتاج يكرر فيه المسامير. احنا كريتها الاول سهله ونحاول نشوف الصعب بتاعها عشان نتفاداه. دي من قائمه ستيل. تمام هتلاقي صوره مسمار كده كريت بولت او موديلنج ديتيلنج بولت كريت بولت. دبل كليك عشان نشوف الاوبشن. انا بحب دايما الزراير لان الزراير بقدر اعمل دبل كليك. بولت سايز شرحة نفسها الستاندر. في ستاندرات كتير بتختار الستاندر بتاعك يعني مثلا ايه 325 اللي هو بتاعنا الهاي سترينز. البولت تايب سايت ولا وركشوب. 99% من شغلنا اللي اشتغلناه طول حياتنا كان سايت. وركشوب ده الشركات اللي هي مثلا ممكن يجمع اسمبلي فانت لازم تنزلها للممبر تظهر جوه السكتش ان في مسامير بتتربط.
تطبيقاتها ما احتاجناهاش كتير يعني. بس لو في شركات بتشتغل بالستايل ده ان هو بيجمع مثلا بيطلع حاجات متجمعه المسمار اللي متجمع جوه المصنع بتدخله اسمه ورك شوب يعني هيطلع في السكتش وهيتحصر جوه السكتش وهيتربط. فيعني في تطبيقاتنا هنا مثلا اغلبنا بنطلع الحاجه لوس وتتجمع في الموقع فدي اسمها سايت بولت. هي دي الديفولت دايما بتاعها عدد از سكندري بولت. السب اسمبلي ده ما بصراحه ما اعرفش التطبيق بتاعه وما احتجتوش يعني. سريد ان ماتيريال اخرم في يعني يعني سريدنج في الماتيريال اه طبيعي ان هو يخرم في الماتيريال. الكات لينس طول المسمار اللي هيسيرش في المارجن بتاعه. كات لينس مش معناه ان المسمار 100 معناه انه هيبتدي يسيرش في مارجن 100 من 0 ل 100 يعني هيمسك البلتتين ويخرمهم ويقيس المسمار من 0 ل 100. فلو المسمار في السيرج مارجن بتاعه ده انت كنت عامل بلتتين تخان محتاجين مسمار 120 هيطلع لك شكل المسمار مش طبيعي. هو بكده بيقول لك انا مش عارف انت مديني من 0 ل 100 دي بحتاجها في ايه. انا ممكن احط له ضغط 300 بس بالعكس لا انا محتاج احكمها لان انا عندي مرتبط بمقاسات مسامير. صح اللي تشيك ما هو احنا دلوقتي لما جينا اي حاجه زي كده عايز اعدلها وهدوس موديفاي لازم ابقى التشيك بتاعها موجود. يعني انا دلوقتي لو عايز اعمل الكلاس ده سيس المفروض 4 يبقى ازرق بس التشيك بوكس بتاعها مش موجود ودوست موديفاي مش هيعمل حاجه. وده بينفعني في ان انا لو عايز اخد خاصيه حاجه لحاجه تانية مش محتاج اخد الخصائص بشيل كل التشيك بوكس واختار مثلا الخاصيه دي بس عايز اخد خاصيه الكلاس فادوس موديفاي. لكن لو كنت دوست من هنا دبل كليك موديفاي كان هياخد القطاع وياخد كل حاجه موجوده معمول عليها تشيك بوكس. دي زي الماتش انت محتاج تعمل ماتش لايه. الاكسترا لينس انت عايز بعد الصاموله اكسترا لينس قد ايه. لو انت مسمار عندك دبل نوت ساعات بتحتاج اكسترا لينس فبتكتب لما الديفولت بتاعه في اغلب شغلنا كان بيبقى زيرو. الشيب بتاع المسامير اري ولا سيركل ولا اكس واي ليست. بمعنى خلينا الاول نطبق المسمار ونقول مثلا ناخده زي الخصائص اللي هو فيها دي عشان نطبق. انا بختار كده دبل كليك وابلاي اوكي. لو الاوبشن مش شغال برجع بس ادوس على الزرار بعد ما ادوس مثلا الحاجات اللي انا عايزها. بيقول لي بيك بارت تو بي بولت 2 فاخترت مثلا ده بيك بارت تو بي بولت بختار ممكن اخرم كذا بلته في المرحله دي بس ده معناه المين يعني الحاجه اللي هتتخرم بالنسبه له فبختار مثلا المينبر الثاني. كنا انا اخترت كل البرطات بعلم عليها زي ما انا عايز طبعا ما بختارش ده لان ما بيخرمش بس لو كان عندي كذا بلته بقعد اختار بنهي الاختيارات بالسكرول برده بيبتدي يقول لي بيك فيرست بوزيشن فمثلا اهو هتمشي ازاي همشي كده اهو. طيب هنا كريت لي مسمار واحد وفي الاتجاه ده انا عايز بقى اعمل مثلا سي 3 مسامير على بعد 100 والجيج بتاعها مثلا 80 هعملها ازاي. هخش هنا اول حاجه المسمار ده لفته مش مظبوطه هخش على الروتيشن زيه زي المنبر فرونت هخليه توب كده عدل لا ما هو مش غباوه هو الفكره لا 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 دي دي الحته دي مهمه. انت بتبقى ظابط سيتنج وبتروح تنقلها لمكان تاني بتبقى عايزه تظبط بالسيتنج اللي انت محتاج تستدعيه. انت الحاجات دي ممكن تسيبها وتستدعيها تمام. طب الدخول في
طب ما انا هقول لك بس انا فاهم هو افهم مسمار بس هو الحته دي بتظبطها بالطب. انت ممكن البلتين اللي انت بتكريتهم دلوقتي بلان وعايز تكريت المسامير شايفها بلان, فهو بيسالك انت عايزها مثلا تشوفها بالنسبه للفيو اللي انت كريته. يعني انت لو محتاج كده ممكن يبقى البلتتين وعايز تشوف تخريمه المسامير انت باصص لها كده دائما. ان انا فاهم بس هو التكلة لا, هو عنده اوبجكت انت بتحقق, مش انتليجنت ان هو يقول لك طب انت بلتتين كده تظبطهم كده. بس الاوبشن ده مهم لان انت ساعات بتبقى محتاج حاجه سبيشال قوي ومش عاوز هو اللي يفكر, انت عايز انت اللي تسوق. طيب انا محتاج انزل من هنا 100 اوفست فروم ستارت بوينت 100, انا كده نزلت مسمار. طب اكس بيتحدد على اساس ايه؟ اكس بيتحدد انا دلوقتي اديته اكس ومشي وال صح, اكس بتاعه هو الستارت بوينت والاند بوينت اللي انت اخترتهم, مفهومه دي؟ ممكن انت تاخدهم من الويب, ممكن تاخدهم من الويب المهم ان انا مسكت نقطه النقطه الثانيه, يبقى ده اتجاه بوزيتيف اكس. بوزيتيف اكس هو المسافه ما بين النقطتين اللي انا الستارت والاند اللي انا نهيت بيهم الممبر, هو ده البوزيتيف اكس بتاعه, لان هي الاكس والواي بتاعت المسامير لوكال للنقط اللي انت رسمتها. انت مش معقول كل ما تيجي ترسم حاجه في الاتجاه المايل تشوف اكس هيمشي قد ايه وواي هيمشي قد ايه, لا هو بيظبط الاكس بتاعته زي البريسنج مثلا, الاكس بتاعته في اتجاه البريسنج. طيب هنا بقى نخش على البولت جروب, اكمل طب الحته دي وتبقوا توب دي يعني هو انت عارف ان النيا توب راح نقلها كده. بص انا هو بقى لي 10 سنين في التكلا بس لغايه دلوقتي الحتت دي انت مش مظبوطه فرونت بروح زي. بص هي فرونت وتوب, يعني فرونت زي الباك بس بيعكس المسمار لو انت في الوضع. يعني التوب دلوقتي اللي انا اخترته لو جبنا عكسه اللي هو البلو, يعني هو انت عندك اتجاهين عموديين واتجاهين موازيين عمري ما حفظتهم, مش جايه مظبوطه بروح ظابط الاتجاه تاني. يعني الفرونت هو بالنسبه للتوب 90 درجه, يعني انما الفرونت مع ال اسمها ايه دي الباك 180 والتوب مع البلو 180. طيب انا دلوقتي ممكن اعملها اللي هي كانت الاول فرونت, ممكن اعمل الروتيشن اللي هي زيرو دي اعملها 90 هيقلبها برضه. يعني انك تعمل دي فرونت الطبيعي بتاعه وخلي دي 90 هيقلبها, انك تعمل فرونت وباظت وبعدين تعمل من الفرونت 90 يعني دي درجه اللي جنبه دي درجه تمام تبقى هي التوب. طب انت عايز المسامير دي الاري بقى بتاعها, نخش على الاري اللي في الاتجاه اكس. انت عايز 3 في 100 زي ما اتفقنا اتجاه اكس هو الاتجاه اللي انت رسمته, فرسم لك خليهم 2 في 100 بس كفايه. اتجاه واي هو الجيج تمام, هم دلوقتي ما زالوا صف مسامير ومرسوم في النص, لكن لو انت عندك جيج 80 ممكن تحتاج اربع صفوف براحتك. انا كده المفروض هيعمل ثلاث صفوف, خلينا اربعة. مديك السماح. طب ده اسمه الاوبشن, ده اسمه الري بيمشي في اتجاه اكس بمسافات انت بتحددها له في اتجاه واي. في اوبشن انك ممكن تحتاجها سيركل رسم مسامير كتير يعني على مسافات في اوبشن كمان اسمه اكس واي ليست. اكس واي ليست ببتدي اديله احداثيات يعني, بس انا ممكن بس عشان مش في دماغي احداثيات, بس تقعد ممكن تمشي اكس 80 مش عارف 70 وتقعد تدي احداثيات للمسامير بشكل عشوائي. خلاص انت ماشي عندك حاجه تدي وبتحط مسامير بشكل مش انتظامي. التطبيقين دول قليلين قوي يعني, انت البايب ده ما السيركل هتحتاجه في البايب, والاكس واي ليست
قليل قوي محتاجه، بس ممكن نجيبه عن طريق الاري برضو. يعني في تحايل على النقطه دي. انا مثلا هنا قلنا في الاري 2% وخلي الجيج 80 فعمل لي شكل منتظم. في حاجه هنا اسمها السليكشن فلتر. في السليكشن فلتر ده لو انا جيت هنا لما باجي سلكت مسامير او بسلكت، هو بيسمح لي اسلكت ايه. يعني انا لو قافل ده كله، ده سلكت بارت، ده سلكت كومبوننت، ده سلكت بوينت. لو انا قافل حتى دي وجيت اسلكت بارتات مش هشوفها، لكن بيسلكت اي حاجه تانية غير البارتات. طب جيت اسلكت بولتس سامح لي. طب لو هنا ما مسمحليش ان امسك بولت واحد. طب لو عايز اسلكت بولت واحد، في اللي هو بيقول لي سلكت بالسنجل بولت، ابتدي امسك مسمار في المجموعه دلته. تعالى بقى ارجع للمجموعه، ما بقتش اري، قلبت احداثيات اكس واي ليست، لان انت عايز شكل غير منتظم. انا دايما برضو ما بحفظش حته الشكل الغير منتظم، بعملها اري واخش على الحركه بتاعه السلكت واحرك، وهو سيبه هو يحسب الاري بتاعه. دي اسهل وكتير واسرع. انت ما تقعد تحسب انت الاحداثيات يعني 0 100 مش عارف ايه، بريح انا دماغي بدل ما ادي الكل، لان هو انت هتدي لكل بوينت اكس والواي بتاعته من الزيرو. فما حدش يعني من الناس اللي بتشتغل بيلجأ لها، بيشتغل بالاري ويرجع يمسح ويسيب التكله هو اللي يحسب. التولرنس معروف لينا في التولرنس في حدود 2 مللي لغايه المسامير كونكشن. ولو انت بترسم انكر بولت هتشتغل على اللي هو اللي هتخلي التولرنس 6، عشان انت بتدي له مقاس مسمار 20 هو لوحده بيكارد اللي هو 22، فانت بتحدد له التولرنس. فدي مهمه جدا تبقى مركز فيها وانت بترسم انكر بولت. الديفولت بتاعه 2، فانت لو دخلت على الانكر بولت هتخش على الستة. اغلبنا بيشتغل الديفولت 2 حتى لو عدى ال 27. هو الصح ان بعد ال 27 التولرنس يبقى 3 مللي. نفس الفكره بتاعت الميدل وال، نشوف بس تطبيقها. محتاج ارجع للاري 80 وهنا. احنا بس بنعمل تطبيق مسامير يعني. لا وكس انت يعني ده تطبيق ملوش علاقه بال، لو انا هستعمل كونكشن مومنت اكيد لازم يبقى ليك ستنت. اتجاه اكس هو كده من الزيرو زيرو حرك المسامير كلها بالنسبه للسنتر. امسك نفسك. واضحه بس الاوبشن ده. يعني انت مسامير ده من النقطه دي للنقطه دي هو المحور اكس، فانت عايز ترحله عن محور اكس الديفولت بتاعك زيرو. ارجع بس للسلكشن تمام. ولو انت هنا من ال، يعني انا هنا اتحركت اكس صح؟ هقولها هي دي المفروض بيحركوا بره البلان، وفي حاجات ساعات ما بيستجبش معناه انه جه يحركوا. شايف؟ حرك في بعيد عن السنتر ورحلها. ودي اما في الاتجاه اللي هو في اتجاه محور اكس بتحكم فيه من النقط دي. وده عشان لما يجي حد يكاريت في فيو ممكن ينفعه في النقطه دي. انت كاريت في فيو ولقيت الدنيا بعيده، يا اما تنقلها عن طريق الموف، يا اما ممكن تروح للاوبشن ده وتروح ترجعها لمكانها فتبتدي تتحرك وتروح للمكان اللي انت فعلا محتاجه. لو انت راسم على فيو مش نفس الاكس. ما هو سيمتريك يعني زيرو زيرو، لازم تداله المسامير. انت بيصنفها للجريد مش للقمر. لا هو بيصنفها بالنسبه للنقطه اللي انت راسمها دي، من النقطه دي للنقطه دي. النقطتين دول هم بعد ما رسمتهم هم دول الجايد بتاع اي مسمار في المجموعه دي.
خلاص هو انت عايز تحرك بالنسبه لهم ايه، هو ما يعرفش الكاميرا، هو بس كل الفكره ان هو عارف ان هو مخرم دول عشان يكرت عليهم هولز، اما الحركات واللف والكلام ده كله نسبه للنقطتين دول، هم الجايد الاساسي بتاعه. المسامير دي عشان اعرف في وقت ما مخرمه ايه، المسامير دي ممكن تيجي يحصل غلطه في التكله انها تبقى مخرمه بلته ومنسيه في بلته. هنا هنا طبع يعني عشان انا شايفها واضحه معديه المسمار، راس المسمار صح والصاموله راسها صح بره المنبر، بس لو كانت مخرمه غلط يعني لو انا هنا عايز اعرف هي مخرمه ايه، بقول له هنا المسمار ده بسلكت عليه واقول له بولتد بارت، عمل لي اصفر زي اللحام اللي احنا قلنا قبل كده، الاسمبلي بتشيك على الاسمبلي الحاجات اللي ملحومه فيه تمام. فالمنبر ده كده جاب لي نور لي الحاجات اللي هو مخرمها. طب لو انا عايز اعدل التخريم مش عاجبني، مش هو ده اللي انا عايز اخرمه، عايز اخرم البلته دي فقط، بختار البلته اللي عايز اخرمها فقط وبدوس سكرول، وده برضو توضيح التكلة بينبهك خلي بالك انا مش معدي في البلتتين. يعني هو بيمسك الحاجة الجريب لينس ويبتدي قبليه وبعده تمام. فده لو انت جيت تطلع سكتشات لده هتلاقي البليتة دي متخرمة والبليتة دي سوليد مفيهاش حاجة، لكن لو الصامولة برا 100% وخرم الاثنين 100% وخرم الاثنين. طب ومش هيطلع كلاش؟ طبعا هيطلع كلاش، هيطلع كلاش طبعا ان هو مخر ده في التشيك كلاش عشان مسموع كده بقى مش كلاش. طيب ده برضه لو ما قطعتش القمر على البليت دوت هيطلع كلاش صح؟ البليت التاني لو مع القمر تمام، التاني لو مع القمر ده؟ لا التاني لو انا نسيت اقطع القمر عليه هيطلع كلاش صح؟ لو نسيت اقطع القمر عليه لا اه طبعا اي قطع حاجه داخله اي منبر ولو عارف اجزاء من الملي التكله بيعتبرها كلاش. عشان كده انا مهمتي في الاخر لما باجي اعمل الشيك كلاش مش كل الكلاشات لازم اهتم بيها، انا بقعد اعدي على الكلاشات ده هطنشه ده لا ده لازم ده خطر ده انت اللي بتحدد. ده ممكن يبقى في حاجه مثلا بليت مايل فالسن بتاعه خابط في الويب فده لا خلاص طنشه ما في الميل تمام مش محتاج تعدل. انا عايز الفيو جريد لاين انا كده هرجع اعدل الشغل تاني بتاعي هنا بولتد بارت واختار المنبر ده والمنبر ده. شايفينه انا بختار في الـ في الـ في الانفايرومنت بتاعت الواير فريم بروح للخطوط. لا المسامير اوبجكت سوليد ما ينفعش يبقى خطوط يعني ده التكل عاملها كده في الثلاث حالات بتبان ان هي سريعا كده بس نخش على الـ يعني دي بقى تطبيقات التحريك بتاعته كلها دي ممكن تجربها مع نفسك ترايل اند اير. لكن اللي يهمني هنا لو انا عايز اكاريت بليتا فيها سلوت وبليتا فيها هولز ببتدي هنا بارت ويز سلوتد هولز التكله بص حاطط لي 1 2 3 4 5 بارت ويز سلوتد هولز تمام. التكله مفترض انك اقصى حاجه ممكن تخرمها مع بعض 5 بليتات يعني حاطط لك بليته 2 3 عايز هو هنا هيسالك عايز تعمل سلوت في انهي بليته فحطيت لك 5 على اساس انك ممكن توصل لاكستريم ان 5 بليتات ومجمعهم بمسمار واحد وده في تطبيقاتنا يعني شبه مثلا شغلنا العادي هتلاقي شبه مستحيل مش هتلاقي الكلام ده. فانت هنا مثلا التطبيق بتاعي بقول له لا انا عامل سلوت في اول مسمار في اول بليت تمام. طب السلوت ده انا كده اديت له صح وما اديتلوش قيمه قيمته فين بقى هنا في الهولز انا هنا الهولز فتح لي تولرنس واحنا قلنا الديفولت بتاعها 2 الهول تايب سلوتد سلوتد لو زيرو هتبقى دايره السلوت بتاعي بيتحدد مقاسه مش اوت تو اوت سنتر تو سنتر يعني التكله بياخد المقاس سنتر تو سنتر يعني عايز مثلا مسمار 22 في 40
يبقى 22 ناقص 40 هو ده مقاس السلوت. يعني انا هنا لو المسمار ده 20 وعايزه هدي بس هدي بس سلوت كبير شويه عشان نشوف الاتجاه بس سلوت اكس. طبعا هو 100 دي كبيره قوي انا نسيت. عمل لي سلوت. طب السلوت دي في اول بليت عايزها في تاني بليت كمان. عايزها في تاني بليت. انا هخش بس على اوبشن ديسبلاي دلوقتي سريعا في حاجه لسه هنتكلم على اوبشن ديسبلاي. عشان نشرح بس النقطه دي ايه الحته دي ساكت. لا ما هي لسه مش اوبشن ما دخلناش على اوبشن ديسبلاي. طب عشان اشوف بس الهولز اعملها حتى كنترول واي عشان نبتدي نشوف. اهو باين لك السلوت موجود في اي بليتة. يعني اشيل البليتة التانية السلوت كده دوس موديفاي سلوت. طب انا عايزه في التانية. الاولى والتانية دي تحدد بناء على ايه؟ بناء على السلكشن اللي انت كريت بيه البولت من الاول. تمام؟ في الترتيب انت بتختار بليتة 2 3 4 بيبتدي يعد هنا في الدايمنشن دي 1 2 3 4 على حسب انت كريت المسمار ازاي. تمام؟ انت وانت بتختار في الاول اوبشن المسمار انك تخرم عملت ايه؟ اخترت الاوبجكت وبعدين ابتديت تختار بليته 2 3 فابتدى يعد على حسب اختياراتك. فلو تفتكر احنا وان بنتكلم ده خالص بدانا بالبليته دي وبعدين البليته دي فهي دي الترتيب مش على حسب اني بليت بدات بيه. بس بافتراض انك نسيت مش انت برده مش مطالب ترايل اند ايرور. هي دي الطريقه المتبعه دايما في الحاجات دي. طب انا ممكن اكرر اتنين سلوت وكمان اعملهم مش في نفس الاتجاه اهو روتيت سلوت. طيب دول بارالل لو انت محتاج الاوبشن ان تقول له اهو انا عايز سلوتين بارالل. انا السلوتات مع بعضها طبيعتها ايه؟ بارالل. يبقى كل السلوتات في كل البليتات موازيه لبعضيها. عايزها اود يعني بليته وبليته تبتدي كارت للسلطان لو انت محتاج الاوبشن ده موجود. تمام؟ عايز تدي اتجاه سلوت اكس وواي. انا بس عايز في البارلل اوضح الاكس والواي. لو انا هنا اخترت كمان مثلا وليكن 30 سلوت في تطبيق موجود. يعني لو انت محتاجه موجود. مستحيل ان احنا نستعمله في شغلنا بس هو التكل عمله لك موجود. فاهم قصدي؟ انت عايز تعمل شكل معين بشغل ميكانيكا مثلا فهو عامله موجود. دلوقتي معلش يا ال 50 دي من سنتر ده من سنتر الهول لسنتر. يعني انا لو قست من بره لبره المشكله ان السليكشن في الحاجات دي المفروض البليته من هنا من هنا لهنا. طبعا هو يعني ما بيعتبروش اوبجكت عشان سلكت بس بالتقريب كده المفروض هيطلع لي اللي هو 50 زائد 22. تمام؟ فهو السلوتات دايما سنتر عشان كده الزيرو بتاعها دايره. فانت دايما سيبها في وضع السلوتد. تمام؟ ولو انت مش محتاج حاجه من الاثنين حتى لو معلم على كله بس القيم دي ما خدتش هتفضل هولز. طيب انا كده ايه تاني ممكن نقوله؟ مكونات البولت. البولت ده ممكن يبقى بدبل نط. محتاج حاجه شغل بقى اللي هو احنا كده طبقنا سلوت وادينا له قيمه ومحتاج يبقى عندي دبل نط اهو. الديفولت بتاع تكوين المسمار الثلاثه دول. ده اي مسمار اللي هو جسم المسمار وصاموله ووشر ده الديفولت.
هطوله عشان تستعمل الاكسترا لينس بقى لو انت محتاج. بس عشان نشرحها، هو الديفولت بتاعها ان هو بياخد 3 سلد وبيحسبها اهو، بس افرض انت عايز بزياده او عاوز توصل لطول المسمار عندك في الستاندر، فبتدي بالاكسترا لينس توصل لطول المسمار. طيب لو المسمار ده كان المارجن بتاعه بقول له دور لغايه 50، معرفش يدور في السيف المارجن فعمل لك راح ضرب لك المسمار. ودي برضو تنبيه، يعني انت لو هتختار حاجه دايما الشكل ده اول ما تشوفه تعرف ان المسمار بتاعك مش مظبوط، هو مخرم الحاجتين بس عنده مشكله. ما عندوش مشكله في التخريم، هو بقى عنده مشكله لما يجي يعمل بيلينج هيطلع لك طول المسمار غلط. هو عنده كده في السيلينج ولا هو كده؟ لا هو كده ضرب المسمار، عشان هو المسمار عامه فول ثريدد. اه طب باين لا دي ما بيبانش، دي في التكلا مش واصله للريزوليوشن ده، لان اساسا كونه كان انه ظهر لك المسمار سوليد فده بيحمل على الرامات بتاعه التكلا. طب في بس تركايه في الكات لينس، لو اديتها له بالماينس انا كده بقول له طلع لي المسمار 80 ما تدورش، انا عايزه 80. لو انت عندك بقى الستاندرد مش عايز. اه علامه الماينس دي تركه في تكلا عامه، في اي حاجه عايز حاجه اكبرها على بارت مارك معين بحط قبل البارت مارك ناقص، معناه ان انت ما تفكرش انا بكبرك على حاجه. دي ممكن استعملها في الستاندرد بارت مارك، عندي ستاندرد حتى لو مقاسه مختلف على الستاندرد شويه انا عايزه يطلع ستاندرد، فابتدي اديله ماينس مثلا في البارت مارك عشان هو يجبر التكلا انه يشتغل الحاجه اللي انا مديها له. احنا كده خلصنا البولت. طب البولت ده هو عايز اعمل فيه التسول برضه بدخلها على التكله ولا دي انا بقولها له بره يعني عايز تخلي ده كل يبقى فيها التسول في لا كبير. دي مش في التكله بقى دي او هدور لك فيها بصراحه ما احتجتهاش قبل كده، انا هدور اذا كان فيه كلام زي ده ولا لا. تقريبا ده ممكن يتبع ستاندر المسمار، ممكن يكون بيتبع مستندر المسمار، انما التكله كل اصل هو التكله ما بيطلعش سكتشات المسمار، التكله بيطلع سكتش البرطات وان في خرام، بس بيعمل لك ايه مع المسمار؟ بيطلع لك ريبورت بيقول لك المسمار انت عندك 20 مسمار ام 20 في 70، فمش هيطلع لك سكتش. بيشيل جزء ممكن بس اه هي الفكره انت لا على فكره انا عايز اشوف انا ما احتجتش قبل كده في شغل ان اعرف 8.8x دي اللي هي فويس ريدنج. تمام في ان عندك بقى ان هو يعني حسب الستاندرد. هي الفكره مش في كده، انا الفكره لا تقريبا في حاجه في اتريبيوت بس دي بتطلع ريبورتات، انك ممكن تدخل ستاندرد وتخليه يحسب. اعتقد ان ممكن الموضوع ده اتعمل بس ده ادفانسد قوي، ان هو كمان يحسب لك الجزء السوليد قد ايه والسوليد قد ايه بالنسبه لكل مقاس. نلحق بس قبل الصلاه نخلص ده. طيب نخش بس على الولد عشان الولد محتاج في دو اوبشنز البولت كنت لما حطها كده اللي هم الاثنين اللي بتعلم عليهم شمال دول ايه بقى انكلود ان بولت اسمبلي. ايوه اول واحده ثاني واحده اول واحده وثاني واحده يعني الاخرانيه دي بتاعت دي بيزود لك ووشرز بس يعني ما انا ما استعملتهاش خالص، يعني فكره انك يبقى عندك كذا ووشر في مسمار ما قليله بصراحه استعملت. طيب في اي حاجه في البولت هنا ما اتكلمناش؟ انا لا اتكلمنا كده في كل الدوره. طب دلوقتي انا لو جيت الممبر ده مش ملحوم في الممبر ده، لازم ادي للتكلا انا كده بكرت شغل مانيوال مش ماكروز، فلازم ادي له لحام. فهنا تحت البولت على طول لحام كريت ويلد. كريت ويلد فيه قاعده مهمه لان هو اللي بيحدد المين والسكندري،
طبعا طبيعي ان الكاميرا هي المين والسكندري هي البلد ده. فهو بيقول لك بارت 2 بي ويلد 2 الحاجه اللي هيتلحم فيها الحاجات اللي هتختارها بعد كده. فبختار ده وبعدين بيقول لك بارت 2 بي ويلدد برضه فاتح لك اوبشن مالتيبل على اساس انك ممكن تلحم كذا حاجه مره واحده. فبختار المنبر ده. لو انا هنا كررت نفس العمليه تاني للعمود بس اخترت البليته دي الاول وبعدين دي حط الحم كل حاجه. بس لو جيت دخلت انكوير وعملت اسمبلي كده شايفين اللون البرتقالي هي دي المين. هتقول لي هتفرق ايه؟ هتفرق مع التكلا ان هو اعتبر ان الممبر ده المين بتاعه ايتم اللي هيبتدي ينسب ليه كل حاجه هو البليته دي. هيطلع زباله هيطلع هو مش فاهم. فلازم دايما الحته دي مهمه جدا انك وانت بتعمل الويلد تختار الحاجه اللي هتلحق اللي هي اللي هتلحق فيها الاول وبعدين الحاجه السكندري رقم 2. ودايما في تكلا الحاجه المالتيبل هي دايما السكندري. الحاجه اللي بيفتح لك اوبشن مالتيبل هي دايما السكندري سواء بولتس او الحماد. بس البولتس ما بتتحكمش في مين مين ومين سكندري غير القطعتين بس لان في الاخر هم مفصولين عن بعض في السكتش دي في سكتش ودي في سكتش. اما اللحام عشان جوه سكتش واحد لازم تهتم بالنقطه دي. طب هنفترض ان انا غلطت وحصل ده وعايز اعدل شغلي مش هروح ادور على اللحام اروح على الممبر ده اللي انا هو المين وارجع اقول له في تكلا لو بعد ما خلصت ولقيت شغل بايظ في حاجه بخش هنا على اسمبلي اقول له سيت از ا نيو مين بارت اوف اسمبلي ابتدي صح او ده. فانت لو رسمت سكتش وطلع غريب وحاجه مين والحاجات كلها متنسبه لحاجه غلط بقفل السكتش وادلته واروح للممبر ده تاني اختار له المين وارجع اعمل نمبرنج يعني اقول التكلا عد تاني من الاول ويبتدي ياخد الممبر ده. ده في التكلا كمان مهم في حاجه لو كان انا مختار بارتين شبه بعض بس المين اسمبلي بتاعهم غلط دي حاجه ودي غير التكلا هياخدهم بارت ماركين مختلفين لان التكلا دايما بيقارن ايه لما بيجي يقارن سكتشات المفروض يعتبر ان هم شبه بعض. المين هو المين اوكي التنسيبات هي ايه اوكي كده خلاص الكوانتيتي 2. فهو دخل على اول تشيك المين هو المين لا خلاص ما بيخش على التشيك تاني ما يعرفش. دي كده ولحم ايه ايه لحم ايه دايما يدور ولا لحم خالص لسه انا هخش بقى في في شغلنا ما بتفرش قوي. في مثلا انت شغال في شركه وبتبتدي تظهر اللحامات في السكتش تفتح الويلد كده دبل كليك بيحتاج اهو الاباف لاين والبلو لاين لو انت بتلحم بليتا فبيقول لك الاباف والبلو في الاتجاهين يعني انت استيفنر ملحوم حاجه على العمودي فبيعتبر الوش ده والوش ده فبيسالك في الاتجاهين. ممكن بيعتبرك انك تعمل اتجاه واحد لو انت مثلا عملت ايه اوبشن اول اراوند تدي له مقاس السايز ونوع وشكل اللحام بتدي الحاجات اللي انت محتاج تشوفها في السكتش. اما مثلا روتس ستيل زامل ستيل الكلام ده ما بخشش على الولد خالص. لما لو مطلوب منك في مشروع تظهر لحامات لازم تهتم بالقوائم دي بتعتمد على اللي هو الولد ماب اللي هو الولد ماب. لو انت شغال في شركه ليها ولد ماب بتلحم وخلاص اللي كل اللي يهمك ان الحاجات دي تنزل في سكتش واحد. لو انت واخد مشروع ولازم يظهر فيه لحامات لازم تهتم بالقائمه دي. او وده الاغلب شغلنا بنعمله احنا عارفين ان في نوع معين من البرطات محتاج سبيشال نوتس بنخش في التكلا في اوبشن انك تدي له لحام مش مربوط باللي بره مجرد سيمبل. ودي اغلب شغلنا بنشتغله كده. انا مش هقعد في الموديل وانا شغال امسك النقط دي وفي كل ماكرو ادي له نوع اللحام وبعدين حاجه بره الماكرو فركز في اللحام. لما بوصل لمرحله السكتشات انا عارف الكونكشن دي بجمعها واعمل عليها فلتر ودي اللي هنخش مثلا ندور على حاجه بفلتر معين وهسلكت السكتشات دي وابتدي ارسم انا السيمبل ليها مره واحده. يعني في مرحله الموديلنج ما ببقاش في دماغي كده انا عايز اقفل الموديل. بس لو انت مطلوب منك انك تعمل الكلام ده في شركات على فكره بيهتموا باللحامات دي يعني مثلا العربيه او الكلام ده هتلاقيهم لا لازم اللحام يطلع في السكتش. هتلاقي كل الناس يعني اتعودت ان هو يركز في الماكروز وبرسمها يختار انواع لحامات معينه زي السكتش.
ولمو مختار بطريقة أسرع يعني بس عشان إن إحنا دايما غالبا هتبقى نود لكونكشن معينة هو طالبها العميل تظهر بشكل معين فبسيرش على الكونكشن دي كلها مرة واحدة وفلتر عليها وابتدي أنفذ مرة واحدة في الآخر خالص أروح مختار اللحامات ومنفذها مرة واحدة. طيب خش بسرعة بس على الديسبلاي أوبشن عشان ده مهم. الديسبلاي أوبشن بقى اللي كنا بنسأل عليه من شوية. الديسبلاي أوبشن هو انت محتاج في الموديل ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش. هنقول له سيلكت اول موديفاي كل حاجه اترسمت في موديل. خلينا نحس بالموضوع ده اكتر يعني في موديل اللي يكون مثلا مرسوم حقيقي مشروع زي ده. جيت هنا في التكلة قلت له اظهر لي كل حاجة رسمتها ده المفروض شكل اللي انت شغال فيه لانه كمان ظهر لك ال طب ده عبارة عن ايه بقى. نبص سريعا كده كل حاجة ان موديل ان كومبوننت زي ما قلنا شيفت وكنترول التكلة بيفصل بين البارتات اللي هي جوه الموديل واللي جوه الكومبوننت. شايفين انا لو ظهرت هنا كده نقفل ده نجيبها بس كنترول فا نجيب حاجه مرسومه كومبوننت يظهر برضو حاجة كل حاجة ان كومبوننت. الماكرو دي كومبوننت اللي هي الرسمة بليت كامل فهو كل البارتات اللي جواها كومبوننت. فانا لما خفيتها قلت له اخفيلي البارتات هنا ده البارت اخفيلي البارتات اللي ان كومبوننت ومنه شغال اهم حاجة بس ودوست موديفاي فخفى البرطات اللي هي الكومبوننت. ده بقى يسرع على كل حاجة. انت ممكن نقراها يعني دي البرطات عايز تشوفها ولا لا. طب عايز تشوفها اكزاكت ولا فاست. فاست ده لو عليها قطع مش هيبان. يعني كان في قطع بالمايل فهيظهر لك الممبر كأنه معلوش قطع. فبتلخبط الناس. فمحدش دايما الديفولت بتاع البرط اكزاكت. الحركة اللي انا عملتها من شوية ان انا كنت شايف المسامير فاست. السلطات خطوط كده ده بيستعملها ليه فاست عشان يقلل الرامات واللي بيستعملها الميموري يخف شويه فالموديل وانت بتلف يبقاش تقيل فبيخلي لك المسامير فاست والسلطات فاست مثلا. فانا لا قلت له انا عايز اشوف السلطات اكزاكت وكمان لو في سلوت بينهولي عشان كنت اشرح السلوت. انما ممكن ما تحتاجش في موديل كبير انك وانت بتشوف شغلك محتاج تشوف الهول ومحتاج انت بس الحاجات دي بتفوكس عليها مؤقت وترجع تقفل تاني وتخليها فاست عشان يبقى الموديل سريع. تمام كل الحاجات اللي هو اللاينز الزرقاء دي عباره عن لحامات يعني الحاجات دي لحامات. طب انا محتاج اشوف اللحام ليه وانا شغال في الموديل انا محتاج اشوفه مؤقت. الكون ده معناه انه كومبوننت كريتد ويدي كون ان انا مكريت كومبوننت هنا. فكل الكلام ده في الديفولت بتاعي ببقى دايما قافل كله فاتح البرطات فاتح البولت والهولز والجريد لاين. وهعمل ريفرش وده الطبيعي اللي دايما ببقى محتاج اشوفه. انا بشوف الحاجة محتاج اشوف حاجة بسرعة دلت وارجع في كلامك هتشوف الحاجه اللي تخصها. ده الديسبلاي اوبشن باختصار. الديسبلاي اوبشن فيه كمان فين ادفانسد انك ممكن تقول له محتاج اشوف الاسامبلي بوزيشن كليبل ودوست موديفاي فراح مطلع لي ارقام كده كتيره ده اف مش
بارت ماركات اسامبلي بوزيشن. هو بيديك بارت لوحده. ما هو هو الموديل ده متكرر قبل كده ومعموله نمبرنج ومظبوط. فانا لما طلبت منه معلومه الاسامبلي بوزيشن طلعها. لو طلع لو قلت له طلبت منه معلومه الماتيريال هيطلع لي اس 235 زي ما انت تطلع. محتاج تشوف البارت سنتر لاين. فكل البارتات ظهر السنتر لاين بتاعها. بس فعليا كل الحاجات دي ما بنحتاجهاش وانا شغال في الموديل. بحتاج بارت بولت هول جريد لاين. الباقي بحتاج اخفيه عشان الموديل يبقى كلير وانا شغال. ده الديسبلاي اوبشن عشان عايز اخلص من النظر المره دي عشان ايه ما نفتحش محاضره للنظر تاني. انا عندي هايت فلتر وسيلكشن فلتر. التول بار ده ايا كان موجود بقى عندك في النسخه اللي انت هتسطبها السيلكشن ممكن غالبا في الديفولت هتلاقيه موجود هنا. في اوبشن هنا اسمه سيلكشن فلتر. ايه سيلكشن فلتر؟ انت الموديل عندك كبير. افتح ال 3D. وانت عايز تسلكت كل الفلنجات اللي اقطعها 150 في 6 ومش عايز تسلك. يعني انت كده سلكت كل حاجه. الموديل مش محطوط له حاجه تدي ريستريكشن انك تسلكت حاجه. انت مثلا في حد جه سالك في موديل والله شوف لي مثلا كميات البليتا 150 في 6 كلها وعايز تفصلها تطلع كمياتها. فانا بفتح هنا السيلكشن فلتر. ايا كان بقى التطبيق مش مشكله. بختار الخاصيه اللي انا محتاجها. انا محتاج ايه؟ انت دلوقتي طلبت مني طلب طلع لي بليتات 150 في 6. ده اوبشن اسمه بروفايل. تمام. فباجي هنا. طب انا مش عارف البليت اسمها 150 في 6 ولا 6 في 100 ولا 6 في 150. طيب بروح كده انا عارف بليت منهم اهي. بروح اقول له ايه؟ سيلكت فروم موديل الخاصيه. فقال لي دي بليت اهي 150 في 6 تمام. وعمل سيلكشن اهي علامه الصح بقى دي اللي مهمه. ادوس ابلاي اوكي واجي سيلكت في الموديل. مهم جدا وانا بسيلكت السيلكشن ما يبقاش فيه لا ماكروز مفتوحه ولا بولتات وحاجات زي كده. انا دلوقتي بسيرش على بارت فبقفل بس اللي هي السيلكت اول دي واخلي البارتات مفتوحه. وكمان في حاجه هنا اسمها سيلكت اوبجكت. خدوها دلوقتي لغايه ما نفهم يعني ايه كومبوننت. سيلكت اوبجكت ان كومبوننت مش سيلكت كومبوننت. يعني انت في اوبشن انك تختار الحاجه كومبوننت مره واحده وفي حاجه اللي هي سيلكت الاوبجكت اللي جواها زي البولت جروب كده. البولت جروب ينفع ما ينفعش اختاره غير مره واحده وممكن ادي اوبشن انا عايز امسك مسمار منه. فهي نفس الفكره. لازم الاوبشن ده يبقى هو اللي متاكتف عشان الفلتر يجيب لي الحاجه اللي انا عايزها بس. هي دي اوبشن تحضيرات. بقفل السيلكشن كله. انا بدور على خاصيه دلوقتي اسمها بارت. يبقى بفتح اللي هي سيلكت بارت وبفتح اللي هي سيلكت اوبجكت ان كومبوننت. كده الاختيار بتاع الفلتر لما اجي اسلكت هيسلكت كل في الموديل ما هو بليت 150 في 6. لو انا دلوقتي فتحت كده هنا بقى يبان اهميه اوبشن شيفت 5. تلاقي الموديل كله كده كانه حاجه هيدن وفتح لك كل البليتس اللي هي واخده القطاع دي. التطبيق ده ابليكابل على اي خاصيه. عايز تدور على ماتيريال، عايز تدور على فيز، عايز تدور على اي اوبشن، عايز تدمج تو اوبشنز مع بعض اهو. انت عندك اند واور. يعني عايز تدور على خاصيه نيم زائد انت ممكن عايز بليتا 150 في 6 اللي متصنعه مثلا باسم فلانش مش عايزها تكون بليتا سبلايس. فبتدور على الخصتين مع بعض فبتقول له يكون اسمها مثلا فلانش واقطعها كذا.
فلو في حاجة مش متطبق عليها الشرطين مش هيسلكت عليه. نفس الاوبشن ده في اوبشن تاني في ال ده بقى مش محتاج اللي هو انك تعمل نفس التطبيق اللي هو الهايت فلتر. الموديل دلوقتي على كنترول 4 في حاجة اسمها Object Group ده اللي اسمه الهايت فلتر. ده برجع للستاندر بس تمام. انا هنا عايز اعمل ادور برضو على البروفايل اللي هو 150 في 6 ودوست موديفاي. خفالي كل حاجة وظهر لي الخاصية اللي انا طلبتها. بس الخاصية دي خاصية بارت تمام مش خاصية اوبجكت. فالمسامير اللي ما اختفتش المسامير عشان مش اوبجكت مش بارت. وفي نفس الوقت المسامير طب ليه ظاهرة؟ عشان المسامير تتبع دلوقتي الديسبلي اوبشن اللي انا طالب ان المسامير تبقى ظاهرة. اللي انا فاتح هنا بس ديسبلي اوبشن هي دي نفس التفسير بتاع اللي هو السيليكشن. السيليكشن بيتبع هو بيدور على بارت. بس لو قابل في سكته اوبجكت غير البارت هيختاره. لان انت بتقول له دور لي انت مدي كونديشن لبارت فبيتعامل بالوضع الطبيعي انه بيسلكت اي حاجه غيرها. انت لما كنتش مدي سيليكتر سيليكشن فلتر او هايت فلتر وجيت سيليكت هيختار كل حاجه تمام. فانت اديت كونديشن على بارت فهو بيقول لك الكونديشن ده انا عندي ابليكابل على البارتات انما هفضل بطبيعتي بختار كل حاجه بره فكره البارت. عشان كده انا هنا اجبرته ايه ساعتها قفلت كل السيليكشن عشان ما يختارش غير البارت وقفلت الكومبوننت لان الكومبوننت البارتات اللي جوه الكومبوننت هو هيشوفها كومبوننت فهيسيليكت معاها. لو الاوبشن اللي انا اخترته من شويه الهوا والهايت فلتر ده مفتوح تاني هقفل هشيل بقى علامه الصح ودوز موديفاي الوضع هيرجع لطبيعته. تعالوا لو احنا ما كناش عملنا الاوبشن ده والهايت فلتر زي ما هو وجيت اسيليكت هو اختار البارتات بس اختار معاه كل المسامير. ولو كان في كومبوننت مش موجود فيها بارتات هيختارها. مفهوم دلوقتي انا بس لو انا عايز اشوف كل الحاجه اللي انا اخترتها بدوس شيفت وبعدين بكليك يمين اقول له شو اللي سيليكتد. تعالوا نشوف هو اختار ايه. اختار اهو بارتات كلها. لو كان في كومبوننت هنا ظاهره انا هنا عشان فات انا ما انا كنت عايز الاوبشن يبقى كمان في الكومبوننت المفتوحه اهي. برجع ادوس سيليكت اللي هو الاوبشن اللي احنا قلنا لازم ما يبقاش مفتوح. شايف هنا السيليكشن سامح لي اهو اقف على الكومبوننت عادي ويختار شو اونلي سيليكتد. مختار لي حاجات مش في السيليكشن اللي انا محتاجه تمام. فمفهوم الحته دي لازم لما تختار اوبجكت تختار يعني تقفل الاوبشنز اللي هي مش تابعه ليه لان الديفولت بتاع تكلا ان هو لما بالسيليكت بيختار سيليكت كل حاجه. في حد الحته دي ملخبطه؟ طب ايه؟ لا بص الفكره حاجه واحده. التكلا الديفولت بتاعه انت لازم سيليكت كل حاجه تمام. انت اديت لي اوبشن دلوقتي انا ما بشوفش انا حاجه سيليكت على كل حاجه. جيت انت قلت لي ما تختارش غير الزراير دي بتاعت اللابتوب تمام. ده اوبشن بس ده اوبجكت لا يتبع مثلا يعني الاوبجكت بتاع البارتات ده اسمه نوع من الاوبجكت اسمه بارت. الاوبجكت حاجه عامه بارت ماشي. البارت ده حاجه منفصل. الاوبجكت معناه ايه؟ الاوبجكت ينفع يبقى مسمار ينفع يبقى خط الحام ينفع يبقى خط قطع او خط فيتنج او بارت. ده كلمه اوبجكت. يعني كل حاجه في التكلا اسمها اوبجكت حتى اللاينز والنقط اوبجكت تمام. طب انا دلوقتي اخترت خاصيه واحده منهم بس هو لسه التكلا بيختار كل سيليكشن كاوبجكت.
اخترت اوبشن ان انا بقول له في البارتات اختار لي قطاع 150 في 6 وجبت سيلكت. لو الديفولت بتاعه ينفع التكلا يختار مسامير ماشي دي لا تتبع الكونديشن اللي انت قلته لي فانا لسه هختارها. فلازم لما اجي اسال انا دلوقتي مش عايز اشوف غير البارتات فقط اللي هي 150 في 6 وانا بسيلكت ما اقولوش اشيل العلامات دي كلها بتاعت السيلكشن واقول له معلش انا دلوقتي في مود بدور على بارتات فلو سمحت ما تختاريش غير البارتات فقط. وبعدين لو سمحت كمان لو هي بارتات خلي لي البارتات اللي جوه الاوبجكت اختارها منفرده ما اختارش الاوبجكت مع بعض اللي هي الكومبوننت قصدي. هو لما اختار البارتات اللي جوه الكومبوننت ما اختارهاش كبارتات هو مسك الكومبوننت على بعضها اللي هي اللي هي دي لو انت فاتحه الكومبوننت مش هيشوف مش ما اختارهاش عشان جواها 150 في 6 هو اختارها عشان هي كومبوننت. فاهمه النقطه دي؟ اه الحته دي هتبان بس في نقطه. انا دلوقتي لما باجي سلكت على دي انا فاتح كده الاوبجكت دي كومبوننت ده ممبر عباره عن ماكرو اللي عايز اختار. طب ما كملنا في الموديل اللي هو الكاميرا ما انا اوريك بس الحته دي. الموديل ده دلوقتي ينفع اختار الفلانجه بتاعته؟ مش عارف اهو كل ما امسك حاجه يمسكوا لي كلها عشان انا بقول له ايه هنا سيلكت سيلكت كومبوننت مش سيلكت الاوبجكت اللي جوه الكومبوننت. لكن لما افتح دي حلو لما انت كنت فاتح دي وكان دي جواها 150 في 6 هو ما اختارهاش عشان جواها 150 في 6 هو اختار عشان عدى على كومبوننت وانت بتسيرش على خاصيه اسمها بارت. الكومبوننت دي كل ما هو دي معايا عشان كده قلت لك يعني خلينا نخرج من الكومبوننت خلينا نطرح المثال على لغايه ما نوصل للكومبوننت. المسمار هو ليه اختاره برغم انك بتدور على بارت 150 في 6 الحته دي مفصليه عشان في الفلتر ده هو اللي بيخلينا انا بس مهتم بالفلتر قوي ان لازم نفهمه سبب ده في وسط الموديل انا بتلكت على حاجه بتشك على حاجه الفلتر هو اللي بيساعدني فلازم انا او جاي مثلا جه عفيف دلوقتي قال لي والله المصنع عايز يعرف كل المسامير اللي هي ام 12 بتاعتك هتطلع قد ايه فانا عايز ادور في الموديل ده على كل ما هو ام 12 في 50 لو انا مش فاتح ان اختار المسامير وجيت اسلكت فالحاجات اللي هي اكسبلودد هتظهر لي الحاجات اللي هي جوه كومبوننت مش هتظهر فممكن اديله عدد غلط دي تريكات جوه التكلا فالفلتر بالذات لازم تبقى فاهم فلسفته لما تيجي تدور على حاجه اختار الاوبشن اللي انت يعني اقفل السيلكشن تمام وافتح بص هي دي هتبان اكتر مع التطبيق لان هي فعلا ممكن تبقى حتى يعني فيها حته فلسفيه شويه يعني هو طبيعي ان انا بختار كله وبديله بابلاي الفلتر بتاعي اللي انا عايزه انت بتفلتر على بارت يبقى كمان ساعده في السيلكشن ان هو ما يسلكش غير بارت بس يعني بتعمل تو اوبشن الحاجات الثانيه اختارها معايا هيعدي لو انت لان هي مش تبع السيرش اللي انت بتدور عليه ببساطه بصوا كده احنا ما قدمناش غير حاجتين بس ممكن نطبعهم يعني نخليهم وسط التطبيقات اللي هي الفيز مانجر والكلاتش تشيك عشان بس ايه نخش كنترول اف 10 كنترول اف 10